حمدك يا ربي كتلموا الهلية أو يعيشلو صنيا لبايا فرحتي بحسني فرحة قوية حمدك يا ربي ولحالي دوم. هذه فرقة أمل شقشوقة في سوسة. نشكر لا محالة، نشكركم على الحضور وعلى استدعيتوني وشرفتوني، زادة مرحبا بكم في داري. ونشكر قناة الساحل تي في على الاستضافة، وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله ديما متألقين وديما ناجحين وديما من حسن إلى أحسن.